تنقسم الزراعة إلى ثلاثة أقسام: زراعة شتوية تكون في موسم الخريف، وزراعة صيفية تكون في موسم الربيع، وزراعة مختلطة وهي الأيام الصالحة لزراعة جميع المحاصيل شتوية كانت أم صيفية. والعامة يسمونها بأيام الست، أي ستة أيام: ثلاثة أيام من آخر الشبط وثلاثة أيام من أول العقارب، أي في الثلث الأول من شهر فبراير. أما الغرس فلا يكون إلا في موسمه، فغرس الشتوي يكون في الخريف، وغرس الصيفي يكون في الربيع. غرس الناس قديما وبنوا، لم يدم غرس ولم يخلد بنا غير غرس نابغ أو حجر عبقري فيهما سر البقاء. وخلال هذه الأيام يجهز الزراع الأرض استعداداً لموسم الزراعة في الأيام القادمة، فالأرض الآن مستريحة والأجواء ناعمة في أول النهار، فاستراحة الأرض تجعل العروق تتشبث في التربة، ونعومة الأجواء تجعل الغصون تتمدد. والزراعة الشتوية تشمل الورقيات والشتلات وخاصة الحمضيات وكذلك النخيل، والنخيل تنقسم إلى قسمين: راكوب ما يكون في ظهر أمه، وفرخ ما يكون في جانب أمه. فالراكوب يحتاج إلى تشميد لمدة لا تقل عن 6 شهور حتى يعرق، والفرخ يحتاج إلى أننا نأخذ جزءا من أمه حتى لا يموت. الله أكبر، قد رأيت بك الذي يلقاه كل مكبر إن كبر، أمنية كان أبطأت لكن خلتي كالنخل طاب قطافه وتأخرت.